بعد مرور أكثر من عقد على الحرب الشيشانية الأولى التي دارت رحاها بين روسيا والشيشان بين عامي 1994 و 1996 والتي أدت إلى استقلال فعلي وليس رسمي للثانية عن الأولى، تخوض الشيشان الآن حربا في سوريا ضد أعدائها الروس، تنذر وبحسب مراقبين ليس بتفجر الوضع في سوريا وحدها وإنما في منطقة البلقان بالكامل، فنتيجة للضغوط التي تعرضت لها جمهورية الشيشان في منطقة القوقاز والتي أجبرتهم على التحول إلى فكرة الجهاد العالمي الذي لا يقتصر على المشاركة في عمليات قتالية داخل القوقاز وإنما يمتد ليشمل أراضي أخرى، وهكذا وجدت تلك العناصر في سوريا مقصدا رئيسيا لها، حيث عزز من هذا التوجه التحالف القائم بين قوات النظام وروسيا التي تعتبر في منظورهم العدو الأول والأخير. فما إن بدأ توافد الجنود الروس وخبرائهم العسكريين إلى اللاذقية حتى ظهرت تسريبات تفيد بعزم أعداد من مقاتلي الشيشان والبلقان بالتوجه نحو جبهات الساحل واللاذقية لمقاتلة أعدائهم السابقين، دور الشيشان في الساحل ربما قد يكون لوجستيا، فبحكم إتقانهم للغة الروسية سيكون بمقدورهم التجسس على اتصالات القوات الروسية، كما بإمكانهم التمييز بين المقاتل القادم من روسيا والقادم من دول مجاورة أخرى. مشاركة الشيشان في الأزمة السورية برز في الأشهر الأخيرة من خلال العديد من مقاطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر مقاتلين منهم في المناطق السورية، ظاهرة المقاتلين الشيشان والقوقازيين بحسب مراقبين لم تبرز أو تظهر في الساحة السورية فقط، وإنما ظهرت قبل ذلك بأفغانستان في إطار تنظيم القاعدة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 وتشكيل تنظيم القاعدة.